أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. 100% برونديوم جائزة بري فوغال، البداية مع رقم 10 ودودات برفقة الراكب عبد الكريم بوخرسة اللي رافقها في كل سباقات هذا الموسم واللي كانت معظمها في حلبة الخميسات. المرشحة الثانية رقم 11 أوترفا غيكون معها تيبر الميموني اللي خدم معها كذا سباق في حلبة اليوم، ومن بينهم سباق في شهر مايو الماضي اللي خدوا فيه المرتبة الأولى. المرشحة الأخيرة رقم 2 نجوى مع الراكب المتميز سفيان أبو حيان، خدم معها كل السباقات الأخيرة ومن بينهم سباقات كانت في نفس حلبة ومسافة اليوم. المنافسين هذا السباق هم الأرقام التالية 1 14 6، والأرقام اللي ممكن تخلق لنا عنصر المفاجأة هما رقم 7 ورقم 12. والان مشاهدينا نخليكم مع التخمينات ديال جريده الدغبي. حنا اخترنا رقم 2 اللي غيكون الركاب ديال سفيان ابو حيان، المسافه ديال 1700 متر في الصالح ديالها. رقم 10 انا عجبتني السباق الاخر ديالها اللي دارت، واحد ثلاثه في المرتبه الثانيه عندي راكب متميز هو بوخرسة عبد الكريم. في المرتبه الثالثه اخترت رقم 9 عندي راكب متميز اللي تيعرف يسير بها السباقات هو مراد زبوط. دخول يقدروا يخافوا من هذه السباقات عندنا رقم 8 رقم 3 رقم 1 تنقولوا مفاجاه ديال السباق رقم 6 ورقم 7. والآن مرور التوقعات مختلف الجرائد الوطنية. إذا المشاهدين كانوا هذو هما توقعات السباق الثامن لليوم. لفتح الحلقة يمكن ليشاهدها عبر صفحتنا على منصة يوتيوب. دمتم سالمين.